الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من فبأي آلاء ربك
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم.